بالتقسيط للجزائريين دوبلو ثاني سيارة ستباع قريبا. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، ما تنسوا تشتركوا معنا في القناة، تفعلوا الجرس، ديروا لنا جيم لا فيديو باش كل يوم نجيب لكم جديد ان شاء الله. يشهد سوق السيارات في الجزائر تطورات ملحوظة، حيث تسعى العديد من الشركات الى تلبية احتياجات المستهلكين الجزائريين. بعد النجاح الكبير الذي حققته سيارة فيات 500 بالتقسيط، يأتي اخبار سارة لعشاق السيارات العملية، حيث شرعت شركة فيات عن طرح سيارة دوبلو الشهيرة للبيع في الجزائر. باعتبار أن القانون في الجزائر يلزم البنوك لتمويل شراء سيارة بالتقسيط أن تكون مصنعة ومركبة محليا، وهو الشرط الذي يتوفر في فيات دوبلو المنتجة بمصنع فيات وهران. فيات دوبلو سيارة عملية واقتصادية. تتميز سيارة فيات دوبلو بقدرتها الاستثنائية، فهي سيارة عائلية عملية تتمتع بمساحة داخلية واسعة وقدرة تحميل عالية، مما يجعلها مثالية للرحلات العائلية والشحن الخفيف. كما تتميز بتصميمها الخارجي الجذاب وداخليتها المريحة، مما يوفر تجربة قيادة ممتعة. الإنتاج المحلي يدعم الأسعار التنافسية. من أهم ما يميز إطلاق سيارة فيات دوبلو في الجزائر هو أنها ستكون منتجة محليا، مما سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي تقديم أسعار تنافسية للمستهلك الجزائري. كما أن الإنتاج المحلي سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. التقسيط لتسهيل عملية شراء فيات دوبلو. لتسهيل عملية اقتناء سيارة فيات دوبلو، تتوفر هذه السيارة بنظام التقسيط، مما يتيح للعملاء إمكانية امتلاك سيارة الأحلام بأقساط ميسرة تتناسب مع قدراتهم المالية. كما أن البنوك الجزائرية تقدم العديد من العروض التمويلية التي تشجع على شراء السيارات الجديدة. مستقبل واعد لفيات دوبلو في سوق السيارات الجزائري. مع إطلاق سيارة فيات دوبلو، تتوقع الشركات المتخصصة في قطاع السيارات نموا ملحوظا في السوق الجزائرية، وذلك بفضل زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية امتلاك سيارة خاصة توفر التمويل اللازم. كما أن دخول الشركات جديدة في السوق سيؤدي إلى زيادة المنافسة، مما سيصب في مصلحة المستهلك. تعتبر سيارة فيات دوبلو إضافة قيمة لسوق السيارات في الجزائر، فهي تجمع بين الجودة والعملية والأسعار التنافسية. من المتوقع أن تحقق هذه السيارات نجاحا كبيرا وتلبي احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين الجزائريين. ما تنساوش خاوتي يشتركوا معنا في القناة، تفعلوا الجرس، ديروا لنا جيم لا فيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.